السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن جمال، والنهاردة هنتكلم عن الصوتيات أو الأوديو أو الميوزك في الـ HTML. دلوقتي أنا عندي هنا ملف صوتي، ملف MP3، عاوز دلوقتي الملف ده يكون موجود عندي في الموقع بتاعي، أعمل إيه؟ تعالى دلوقتي لما نشوف إزاي بنضيف عندنا الصوتيات في ملف الـ HTML. علشان تضيف عندك الصوتيات فأنت عندك وسم، الوسم ده مسؤول عن الصوتيات وهو وسم الأوديو. الوسم ده للعلم كده بيكون ليه بداية وبيكون ليه نهاية، وهقول لك ليه شوية كده بيكون ليه بداية ونهاية، مش وسم سنجل تاج زي وسم الايمج. ولكن انا عاوز تركيزك دلوقتي يكون على الاس ار سي اللي هو الاتريبيوت الاساسي للاوديو، لان في مشكلة كبيرة جدا هقولها لك دلوقتي. الاس ار سي هو اتريبيوت خاص بمسار الصوت او مكان الصوت او اليو ار ال بتاع الصوت. فمن خلال دلوقتي الاس ار سي ده انت بتضيف عندك مكان الصوت بتاعك. فدلوقتي انا عاوز اضيف الصوت ده، فاجي لك هنا وهكتب لك دلوقتي ملف الصوت اللي هو music.mp3، وبتكتب عندك الامتداد. الملف ده جنب ملف الـ HTML علشان كده كتبت الاسم على طول، لكن لو الملف ده مثلا كان في مجلد تاني كنت هكتب لك مسار الملف ده بالكامل. تمام جدا جدا. دلوقتي في بقى معلومة مهمة جدا، انا دلوقتي الملف بتاعي ده ملف MP3. انت ممكن يكون عندك ملف ويف، واحد تاني مثلا ممكن يكون عنده ملف OGG، ايا يكن الامتداد بتاع الصوت بتاعك. انا بقى عاوزك دلوقتي تكون فاهم ان مش كل المتصفحات بتقبل كل امتدادات الصوت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في متصفحات ما بتقبلش مثلا امتداد OGG، في متصفحات مثلا ما بتقبلش امتداد الويف. وهنا لازم تركز كويس جدا. دلوقتي لو المستخدم دخل من متصفح ما بيقبلش مثلا الويف وانت حطيت له صوت بامتداد ويف، فالصوت ده مش هيشتغل عند المستخدم. طالما المتصفح ما بيدعمش الصوت يبقى الصوت مش هيشتغل عند المستخدم. طيب فكر فيها كده قبل ما نكتب كود وقبل ما نعمل اي حاجة، فكر دلوقتي في حل المشكلة دي. انا دلوقتي عندي مشكلة، وهي ان البراوزر ممكن ما يقبلش امتداد معين. الحل ببساطة هو ان انت تحط له من نفس الصوت كل الامتدادات المتوفرة عندك، تحط له من نفس الصوت امتداد MP3 وامتداد ويف وامتداد OGG وكل الامتدادات اللي متوفرة عندك. هل الكلام ده تقدر تعمله بالاس ار سي؟ لا، الكلام ده ما تقدرش تعمله بالاس ار سي، لان الاس ار سي بتعمل لك مسار واحد بس او بتضيف لك مسار واحد بس. علشان كده احنا ما بنستخدمش اتريبيوت الاس ار سي، وده تفسير ان الاوديو بيكون ليه بداية وبيكون ليه نهاية. فهنيجي عندنا دلوقتي ما بين البداية وما بين النهاية في المكان ده، وهنستخدم عندنا دلوقتي تاج اسمه سورس. السورس بيكون سنجل تاج، وبتيجي عندك هنا وبتستخدم دلوقتي الاتريبيوت اللي اسمه SRC. من خلال تاج السورس تقدر ان انت تضيف كذا نسخة من الصوت بتاعك. فدلوقتي لو انت عندك الصوت ده اللي هو الميوزك ده بامتداد MP3 بتقدر ان انت تضيفه. لو انت عندك نفس الصوت بامتداد برضو ويف، شرط طبعا ان هو يكون موجود عندك. يعني الكلام ده كله شرط ان يكون عندك نفس النسخة دي MP3 ونفس النسخة دي ويف، فتقدر ان انت تضيفها. كمان برضو تقدر ان انت تضيف نفس النسخة دي OGG وكل الامتدادات اللي موجودة عندك. بالشكل اللي انت عملته ده انت امنت نفسك. فدلوقتي لو البراوزر بيدعم عندك الـ MP3 مش هيدخل عندك في السطور اللي بعد كده، متقلقش يعني من الموضوع ده. لكن لو هو ما بيدعمش الامتداد ده فهيدخل عندك في الامتداد ده، لو ما بيدعموش هيدخل عندك في الامتداد ده. المهم انه بيشوف الامتداد المناسب ليه وبيشغله، وبكده تكون عملت شغل مظبوط جدا. كمان بتيجي عندك دلوقتي جوه التاج ده في المكان اللي قدامك ده، وبتحدد دلوقتي نوع الملف الصوتي من خلال اتريبيوت اسمه تايب. بتعرف البراوزر ايه هو نوع الملف ده، يا ترى هو MP3 ولا ويف ولا OGG. طيب بنعرف الكلام ده ازاي؟ دلوقتي لو انت عندك ملف MP3 فبتكتب عندك في التايب audio/mpeg. طيب لو الملف ده ويف بتقول دلوقتي في التايب ان الملف ده audio/wave، الملف ده ملف صوتي نوعه ويف. طيب لو الملف ده OGG بتكتب عندك audio/OGG. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى دلوقتي لما نشوف مع بعض. دلوقتي الملف اللي عندي ده MP3، فاقول دلوقتي للبراوزر ان ده اوديو، ده ملف صوتي، الملف ده من نوع MPEG. طيب ولو ويف هقول لك برضو ان ده ملف صوتي، تمام، والملف ده من نوع ويف. طيب لو الملف ده OGG، لو الملف ده OGG بتقول دلوقتي audio/OGG. لو دخلت دلوقتي عندك على موقع W3 Schools هتلاقي دلوقتي محدد لك التايبس دي وقايل لك انواع كل الملفات دي، يبقى انا دلوقتي شغلي سليم جدا. ومع ذلك لو انا جيت لك هنا وعملت لك دلوقتي ريلود مفيش اي حاجه هتظهر. ليه؟ لانك لازم تيجي عندك هنا في الاوديو وتقول لي دلوقتي انا عاوز اظهر الكنترولز اللي هي ازرار التحكم للصوت ده.
فلو انا جيت لك هنا وعملت لك دلوقتي ريلود، ظهرت عندك ازرار التحكم اللي هو زرار تشغيل الصوت، والزرار اللي بيجري عندك الصوت بيقدم وبيأخر، وعندك هنا اللي بيعلي بيوطي، وكل ازرار التحكم انت بتظهرها عندك من خلال الكنترولز. فلو الكنترولز ما كانتش مفعله الصوت عندك مش هيظهر. تمام تمام جدا جدا. كمان برضو عندك اتريبيوت تاني وهو اللوب، بتكتب عندك هنا لوب. اللوب ده بيعمل لك تكرار للصوت. فلو انا جيت لك هنا وعملت لك دلوقتي ريلود وشغلت لك دلوقتي الصوت، هتلاقيه بيكرر نفسه منه لنفسه، يعني انا ما شغلتش حاجه، هو دلوقتي عمال بيكرر في نفسه. تمام جدا جدا. كمان برضو عندك اتريبيوت تاني وهو الميوتد، وده خاصيه الصامت. فلو انا جيت لك هنا وعملت لك دلوقتي ريلود، ركز دلوقتي هنا في الصوت، لو عملت لك دلوقتي ريلود هتلاقي دلوقتي في شرطه على الصوت. الشرطه دي معناها دلوقتي ان مفيش صوت، معناه ان ده صامت. فلو انا دلوقتي شغلت لك الصوت مفيش اي حاجه ظهرت عندك. هندخل دلوقتي بقى في اتريبيوت سيء جدا جدا جدا. الاتريبيوت ده هو الاوتو بلاي. الاوتو بلاي المفروض ان هو بيشغل لك الصوت بشكل اوتوماتيك بمجرد ما الصفحة عندك بتشتغل. طبعا ده اتريبيوت سيء جدا جدا وما بقاش مدعوم في الجوجل كروم ولا في متصفحات تانية كتيرة جدا. طيب ليه ما بقاش مدعوم؟ الاول كده لو جيت لك هنا وعملت لك ريلود مفيش اي حاجة عندك هتشتغل. طيب ليه ما بقاش مدعوم وليه هو اتريبيوت سيء جدا جدا؟ تخيل دلوقتي معايا مستخدم دخل الموقع بتاعك، اول ما دخل الموقع عندك لقى السماعات عنده بتشتغل، هو مش فاهم السماعات عنده اشتغلت ليه ولا فاهم الموسيقى دي اشتغلت ليه. انت المفروض عامل له الاوتو بلاي اللي هو بيشغل الصوت بشكل اوتوماتيك، وهو بص لقى الصوت عنده اشتغل مش فاهم الصوت اشتغل ليه. فدي حاجه سيئه جدا وكمان مزعجه، في ناس ما بتكونش عاوزه موسيقى تشتغل عندها. فعلشان كده جوجل كروم ما بقتش بتدعم حاجه زي كده. وانت لو قررت ان انت تشغل حاجه زي كده، شغل عندك الميوتد بحيث لو في اوتو بلاي يكون في عنده ميوتد، بحيث ان يكون الصوت عنده صامت، حب ان هو يشغله يشغله، ما حبش ان هو يشغله انت ما تجبروش على حاجه. كمان برضو لو البراوزر بتاع المستخدم مش بيدعم دلوقتي اي نوع من الانواع دي، فانت ممكن دلوقتي تكتب عندك رساله، الرساله دي مش هتظهر غير في حاله ان مفيش ولا نوع من هنا اشتغل. فممكن دلوقتي اجي لك هنا واقول لك مثلا your browser does not support بالشكل ده the audio element او اي حاجه، يعني اكتب اللي انت عاوزه. تمام، الرساله دي مش هتظهر غير في حاله ان مفيش ولا صيغه من عندك هنا اشتغلت. تمام، طبعا هم كلهم شغالين، لو جيت لك هنا شغاله و100 100 بالشكل اللي قدامنا ده، فشغاله هنا بس كده. اتمنى يا رب تكونوا فهمتوا، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.